ضمن حملة السلام المفقود التي أطلقتها الأمم المتحدة لدعم دور المرأة في لبنان، شاركت وسائل إعلام لبنانية في هذه الحملة، فنشرت صحيفة النهار على سبيل المثال عنوانها العريض في الصفحة الأولى ناقص الأحرف، بينما قدمت وسيلة أخرى إحدى النشرات الإخبارية بكلمات مختلطة بلا معنى للدلالة على غياب دور المرأة عن المعترك السياسي اللبناني. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي انطلق هاشتاج مش حرف ناقص، دعمه كثيرون بنشرهم نصوصا بأحرف مفقودة على صفحاتهم الخاصة. نتابع. هذه الحروف الناقصة في صحيفة النهار اللبنانية إشارة إلى غياب دور المرأة في العملية السياسية لبلادها. هي جزء من حملة السلام المفقود لهيئة الأمم المتحدة لتعزيز دور النساء في المجتمع والسياسة. هذا مثال كجزء من المبادرة. لدينا جريدة النهار بغلافين، هذا المزيف وهذا هو الغلاف الحقيقي. وهذا هو الغلاف الذي وضعوه للحملة. في كل العناوين يمكنك أن ترى أحرف مفقودة. بكلمات مختلطة غير مفهومة، قدم مذيع في مؤسسة اللبنانية للإرسال النشرة الإخبارية تضامنا مع الحملة. وقتها تكون الأحرف والكلمات والجمل متآكل نصها ومتآكل معناها، ما بتقدر توصل لمحل ولا بتفهم شيء. وبعتقد إنه هيدي طريقة لحتى نقول إنه إذا تركنا المرأة، ومش بس إذا تركناها، لأنه هي مش بحاجة لنا للرجال، ولكن بحاجة إنه ينفتح لها محل من خلال التشريعات والقوانين. وفي وسائل التواصل الاجتماعي دعم اللبنانيون الحملة بنشر تغريدات منقوصة الأحرف على موقع تويتر وغيرها من المواقع. الحملة تتمحور حول هاشتاغ أو شعار السلام المفقود. ماذا يحدث عندما تستبعد 50% من السكان؟ تصبح الأشياء بلا معنى. نحن بحاجة الجميع لحل الأزمة. لم يعد كافيا حصول الرجال على مقاعد في العملية السياسية والمجتمعية. الآن نريد مشاركة الرجال والنساء من جميع شرائح المجتمع، والقطاع الخاص هو جزء من حل أزمة لبنان. وبحسب البنك الدولي، لا يوجد في صفوف الحكومة اللبنانية الحالية سوى امرأة واحدة، ولهذا تهدف حملة السلام المفقود إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها لتجاوز الأزمات والتعافي منها.